بسم الله الرحمن الرحيم. من اول بي اتش بي 7 ظهر مصطلح لنوع جديد من الفانكشنز اسمه الجينريتورز. الجينريتورز عباره عن فانكشن ليها مميزات مفيده جدا ومهمه جدا للمطورين واسلوب مختلف في التعامل. بتشتغل بنفس الكونسبت تقريبا اللي موجود في الجافا سكريبت لو انت عديت على الكونسبت ده في الجافا سكريبت. خلينا نشرح بمثال علشان الدنيا تبقى واضحه معانا اكتر. ده شكل الفانكشن العاديه في البي اتش بي. فانكشن عبارة عن بلوك من الكود بيتنفذ كله على بعضه وقت استدعائه في الكود بتاعك زي ما احنا عارفين. ايه رأيك لو خلينا الفانكشن دي تتقسم على اجزاء وكل جزء يتنفذ لوحده؟ يعني لو انا عاوز انفذ الفانكشن دي هنفذها على 3 اجزاء، هضطر اني اقسمها للثلاثة فانكشنز لوحدهم زي ما انت شايف في الصورة. هنا بيجي دور الجينيريتورز. من خلال الجينيريتورز بنقدر نقسم الكود جوه الفانكشنز على اجزاء، جوه الفانكشن نفسها على اجزاء، ونستدعي اجزاء الفانكشن جزء جزء. يعني نستدعي جزء ولو عاوزين نعمل بروسيس في حاجه تاني نعملها، ونستدعي جزء تاني ولو عاوزين نعمل بروسيس في حاجه تانيه نعملها، بعد كده نستدعي الجزء التالت. يعني ايه؟ يعني من الاخر بنقدر نعمل اكتر من ريتيرن، كاننا بنعمل ريتيرن داخل الفانكشن الواحده من خلال الكلمه المحجوزه yield. لما بنستعمل الكلمة يلد داخل الفانكشن، فانكشن بتتحول لجينيريتور فانكشن، بتبقى عبارة عن جينيريتور فانكشن بتتعامل مع الفانكشن دي كأنها اوبجكت زي ما انت شايف في الصورة كده. الجزء الأول هيتنفذ لوحده، وبعدين الجزء الثاني، وبعدين الجزء الثالث. أكيد أنت مش فاهم أي حاجة لسه، تعال بينا نشوف بالمثال العملي لأن هو اللي هيوضح لنا اللي احنا بنتكلم عليه بالتفصيل.